أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم كفاءة متميزة من جمهورية مصر العربية الحبيبة. اخترنا لكم السيد وليد خاطر، صاحب شركة نجم البحر للخدمات البحرية. بداية، أسعد الله أوقاتك أستاذ وليد. أسعد الله مساك أستاذ عبد الله. اليوم احنا متشرفين بحضرتك، وايضا نشكر لك استقبالك الجميل والرائع. شكرا لك، شكرا جزيلا. حابين نتعرف اليوم على السيد وليد اكثر، ونعرف السادة المشاهدين من هو السيد وليد، بداية حياتك العلمية والعملية. بداية، انا دراساتي كانت في المجال البحري بشكل عام، في القوانين البحرية، وطبقا لمعايير السلامة والأمن البحري الدولي. أيضا حاصل على دبلومة من التحكيم التجاري الدولي التابع للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والهيئة الدولية للتحكيم، كمستشار تحكيم في فض منازعات دولية بحرية. بالنسبة للمجال المجال العلمي، أنا مؤسس شركة نجم البحر للخدمات البحرية، وأيضا للشركة في فروع موجود في رومانيا وموجود في بنما، كما هو موجود في الإمارات العربية المتحدة. ما شاء الله سيد وليد. سيد وليد، اليوم حابين نتعرف من وين اجتك الفكرة لتأسيس الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ هو بداية عملي في دولة الإمارات العربية المتحدة كان في شركة بعض من الشركات الخاصة، لكن في ظل التساهلات اللي موجودة داخل دولة الإمارات والبيئة الخصبة الموجودة للاستثمار، قررت ان انا اخد الخطوة ويكون الاستثمار الخاص بي، من حيث ان يكون مجهودي يكون لنفسي، ويكون التقدم في العمل يكون دايما له ثمرة انا اقدر احصدها. فقررت ان انا اخد خطوة الشركة الخاصة، بدأت ان انا ابتدي في اوراق الترخيص الحكومية، واخترت المكتب، بدأت من امارة الفجيرة. بعدين انتقلت بعدها بست شهور لامارة دبي، فتحت الرخصة من فرع من امارة الفجيرة لامارة دبي في هنا في مبنى الحمرية، وده كان بداية مكتبي هنا في امارة دبي، وبالفعل مستمر عليه من وقتها في سنة 2013 لحد الآن. جميل جميل، ما شاء الله. يعني التأسيس كان من إمارة الفجيرة ثم انتقلنا إلى دبي. مظبوط. حابين نتعرف أستاذ وليد على الخدمات التي تقدمها شركة نجم البحر للخدمات البحرية لزبائنها الكرام. تمام، ممتاز. هو المجال البحري خدماته كتيرة جداً، وكل خدمة من خدمات المجال البحري تحتاج لها نشاط خاص بيها وشركة خاصة بيها. فإحنا بنحاول نكون ملمين بأكتر الخدمات اللي إحنا نقدر نقدمها للعملاء بتوعنا. في منها خدمات خاصة بالتسجيل السفن التجارية، وخدمة تسجيل السفن التجارية بيكون ليها يعني نشاطات مختلفة، منها إدارة التسجيل البحري، ومنها اللي هي خاصة بشهادات الطاقم البحري، وخاصة باللي هو المورجيج، أو اللي هو بيبقى لون للمراكب، بيعملوا مورجيج أو رهنية على البواخر التجارية بتاعتهم. ده بعض من الخدمات اللي احنا بنقدمها في خدمة التسجيل للسفن التجارية. في عندنا الخدمة التقنية التانية، أو اللي هي تكنيكال، بيكون عبارة عن ان احنا بنعمل فحص شامل للسفن التجارية، وبالتالي بنصدر ليها شهادات بناء على المتطلبات الخاصة بالبخرة دي، في متطلبات الأمن والسلامة.
لان السفن بتحتاج مش بس شهادة واحدة في الفحص ان هي تسير بيها، بتحتاج لكل جزء او كل شيء موجود في البخرة، زي مثلا اجهزة الاتصالات دي بتحتاج شهادة وبتحتاج فحص، اجهزة السلامة، الماشينري، البضم الخارجي للبخرة. فاحنا عندنا بنتكلم عن مثلا حاجة تقنية في البخرة بنحتاج لها حوالي 20 شهادة بحيث ان هي تؤهلها ان هي تكون صالحة للسير. طبعا ديت جزء من ضمن الخدمات اللي احنا بنقدمها، اللي هو القسم التقني او التكنيكال الخاص بتسيير السفن التجارية. يعني اليوم شركة نجم البحر الخدمات التي تقدمها للسفن والبواخر حتى تستطيع انها تتحرك من بلد لبلد اخر شاملة؟ مظبوط. او العميل بياخذ خدمات معينه فقط من شركه نجم البحار؟ يعتبر عندنا الخدمات شامله، لان هو زي ما وضحت لحضرتك المجال البحري علشان البخره تكون خدماتها كلها متوفره فبتحتاج مجالات كتيره جدا، في منها اللي هو القسم اللي انا اتكلمت عنه، قسم التسجيل، وقسم التفتيش البحري اللي هو القسم التكنيكال، في قسم الطاقم، في قسم الإدارة، في قسم الوكلاء اللي هم خاصين بيبقوا موجودين بالمواني في بلاد الدخول أيا كانت هي طبيعة شغل البحر في أي منطقة. فكل ديت حاجات أقسام احنا بنحاول ان احنا نكون ملمين على قدر كبير ان هو يكون عندنا كل الخدمات دي متوفرة. لكن أساسيات شغل الملاحة البحرية اللي هو بداية تشغيل البواخر وتسييرها بيكون متوقف على التسجيل علشان يكون معها شهادات قانونية صالحة بالسير. من يمنح الشهادات للباخرة أو البواخر بشكل عام؟ بيكون ليها جهات حكومية بيتم التسجيل عليها. الجهات الحكومية دي هي بتكون international worldwide، يعني أنا ممكن أكون عندي بخرة موجودة في الإمارات لكن مش شرط إن أنا أسجلها في الإمارات، ممكن أسجلها في دولة بنما، ممكن أسجلها في دولة أمريكا، ممكن أسجلها في أي دولة في العالم، ما بشترطش جنسية المالك. فإحنا ممثلين لبعض الدول الأجنبية بالنسبة كهي حكومات بيتم من خلالها تسجيل او تصنيف السفن التجارية بحيث ان هي تكون صالحة للسير او بتمنحها شهادة تسيير للملاحة البحرية. فاحنا ممثلين لدولة بنما وممثلين ايضا لدولة تنزانيا في افريقيا. فطبعا من ضمن الخدمات اللي انا كنت بتكلم مع حضرتك عليها بالنسبة للفروع بتاعت الشركة عندنا، ان هو احنا عندنا طبعا الامارات وعندنا رومانيا وعندنا بنما. مكتب بنما هو الجزء اللي انا بتكلم فيه دلوقتي اللي هو بيكون خاص بتسجيل السفن التجارية على دولة بنما. طبعا بيكون في محامين قائمين، محامين بحريين قائمين على موضوع التسجيل في هيئة النقل البحري البنمية، وبالتالي بيتم كل معاملات التسجيل داخل دولة بنما، لأن المجال البحري في حد ذاته مجال مفتوح، فمش مشترط بدولة معينة إن هو يكون بس مقتصر على الدولة دي، الخدمات تكون محدودة داخل الدولة دي. لكن أكيد طبعا في الإمارات يعني بيتسهل لنا حاجات كتير، ان هي تشجع الاستثمار زي المعاملات في المواني ومساعدات ادارات المواني بالنسبة لمتطلبات الامن والسلامة، بيكون في تعاون مشترك. الان سيد وليد بس حابين نوضح للسادة المشاهدين، شركة نجم البحر للخدمات البحرية تقوم بفحص البواخر والسفن، هل الشركة معتمدة لدى الحكومات سواء البنمية أو الإماراتية؟ نعم أستاذ عبد الله، هي فعلا الشركة لازم تكون جهة مخولة
تعتمد الشركة ان هي تقدم خدمة الفحص الفني للسفن التجارية، بيتم منح رخصة أو أبروفل من الحكومات الأجنبية أو المحلية زي حكومة الإمارات، لكن حاليا إحنا ما فيش عندنا أبروفل من الإمارات، عندنا أبروفل من هيئة النقل البحرية البنمية والتنزانية، إحنا كجهة مخولة بالتفتيش البحري وإصدار الشهادات التقنية الخاصة بتسيير السفن التجارية بناء على التفتيش اللي احنا بننفذه أو بنتمه على السفن التجارية. جميل. حابين نتعرف اليوم أيضا السيد وليد على الشيء اللي ميز شركة نجم البحر للخدمات البحرية. أكيد تعرف أنت يعني المنافسة شديدة في المجالات البحرية يعني كافة، والشركات يعني تنافسية شديدة بين الشركات، شو الشيء اللي ميز شركة نجم البحر عن باقي الشركات؟ هو حقيقي المنافسة طبعا بتكون كبيرة خصوصا في نفس المجال مع شركات موجودة داخل الدولة، لكن احنا بيميزنا طبعا ان احنا عندنا حلول وعندنا التيم او الستاف اللي هو عنده الخبرة الكافية ان هو يقدر يقدم مساعدات فنية بجانب خدمة المعاملات اللي هي المادية. يعني لازم ده بيكون في الأساس في المنافسة ان يكون احنا الرسوم بتاعتنا في الخدمات اللي بنقدمها تكون مقبولة لدى العملاء عندنا، ده طبعا بيكون بجانب الخدمات الفنية اللي احنا بنقدر نساعد العملاء فيها واللي بنقدر نحل لهم المشاكل اذا كانت تكنيكال او اذا كانت مشاكل خاصة بالدوكومنتيشن بالأوراق بشكل عام. صحيح صحيح أكيد. سرعة العمل بالنسبة للفحص السفن أو المركبات. تمام. هو بالنسبة لسرعة العمل طبعا بالنسبة للمجال البحري احنا بنكون مرتبطين بحجم المهمة اللي مخولين ليها، مثلا يعني في فترات بتبقى بتحتاج السفن شغل اكتر، وفي فترات بيبقى فحص فني عبارة عن ان احنا نطلع على البخرة نعمل لها تقييم بشكل مبدئي، ده اكيد بيكون بيتم بشكل سريع، لكن في عندنا فترات تانية او مراحل تانية من العمل زي مثلا ان البخرة ممكن تدخل في حوض جاف او بيتم فيها صيانة، فدي بتستمر لفترات طويلة داخل الصيانة 15 يوم 20 يوم شهر ممكن شهرين على حسب حجم العمل اللي بيتم، لكن في كل الاحوال بيكون التيم بتاعنا موجود ومتوفر لدى احتياجات العميل وبيقدم له النصيحة في كل الامور التقنية، فده شيء اساسي من واجبات عملنا. جميل جميل استاذ وليد. اليوم حابين نتعرف ايضا على الخطط المستقبليه لحضرتك والخطط المستقبليه ايضا لشركه نجم البحر، وين بنشوفها بعد سنه او بعد سنتين، شو خططك المستقبليه؟ والله حقيقة أستاذ عبد الله أنا متفائل خير طبعا بوجودي في دولة الإمارات، إن هنا في تقدم سريع بالنسبة للمجال العملي، يعني أنا بطمح إن يكون فيه توسع كمان في المجالات اللي احنا نقدر نقدمها كخدمات بحرية أكتر وكفروع أكتر في أكتر من إمارة، إن احنا نتوسع في جميع إمارات الدولة. وأنا يعني شخصيا معتبر إن البيزنس داخل الإمارات بالنسبة لي هو البيزنس الرئيسي الأساسي اللي لا يمكن الاستغناء عنه. صحيح أكيد.
نتمنى لكم كل التوفيق سيد وليد، وإن شاء الله يا رب نشوفكم على مستوى العالمية بإذن الله تعالى. تسلم. شكراً. لأنك إنسان يعني طموح، أفكارك بحييك عليها. شكراً. تمام. وأيضاً يعني دولة الإمارات، الانطلاقة من دولة الإمارات صراحة فكرة جميلة أيضاً، وزي أكيد. ما تفضلت الإمارات دائماً تسعى لأن تكون رقم واحد. ممتاز. صحيح صحيح. أيضاً اليوم حابين من حضرتك توجه نصيحة ورسالة للمستثمرين الجدد القادمين إلى دولة الإمارات، من وين يبدأ بالبزنس؟ شو الخطوات اللي يتبعها عشان يكون البزنس اللي راح يقوم فيه ناجح؟ ممتاز. هو أكيد طبعا أنا أشجع أي إنسان يفكر أنه هو يبتدي البزنس بتاعه من دولة الإمارات، لأن بيلاقي فعلا في هنا امتيازات كتيرة تساعده ان هو يكون البيزنس بتاعه ناجح. لكن بالنسبة لمجال البيزنس ده بيختلف من مجال لمجال، كل انسان في المجال بتاعه اكيد بيبقى حاطط خطة للاستراتيجية نجاح البيزنس بتاعه ده على حسب هو النشاط ايه تحديدا. لكن اللي انا برجح له ان هو بداية البيزنس في الامارات طبعا ده شيء ممتاز وشيء سلس وسهل لما بتقدمه الحكومة الإماراتية من تسهيلات في المعاملات، وفي وكمان بيئة الاستثمار داخل دولة الإمارات إن هي تشجع، لأن موجود عندنا أكتر من شريحة أو أكتر من جنسية في دول أجنبية موجودة داخل دولة الإمارات، فده بيعمل نوع من توسع في العلاقات أكتر وبيخلي البزنس يكون ناجح أكتر. صحيح. وأسرع. صحيح. نشكرك سيد وليد على هذه النصيحة أيضا للمستثمرين الجدد. الآن رح ننتقل لفقرتنا والجانب الوطني من البرنامج. زي ما بتعرف سيد وليد، اليوم دولة الإمارات يعني الأمن والأمان اللي موجود فيها بشجع الاستثمار بشكل خاص. أكيد. لأنه دائما يعني إذا وجد الأمان وجد الاستقرار ووجد الاستثمار. شو بيعني الأمن والأمان للسيد وليد داخل دولة الإمارات؟ وأيضا حابين أنك تتوجه برسالة شكر لقيادة وحكام وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا زي ما حضرتك ذكرت يا أستاذ عبد الله، هو فعلا الأمن والأمان هو أساس نجاح أي بيزنس خاص داخل الدولة، وكمان حماية للأعمال. يعني بشكل عام ما فيش حقوق بتضيع، القانون يطبق على الجميع، فده في حد ذاته يعني يجعل يخلي الإنسان عنده طمأنينة في إن هو يكون متواجد داخل دولة الإمارات، مطمئن على نفسه، مطمئن على أهله، مطمئن على عمله، فده شيء ممتاز جدا احنا حاسينه داخل الدولة، وحاسين ان احنا عايشين داخل دولة الامارات في بلدنا، مش عايشين في دولة غريبة عننا او دولة اجنبية، لا بالعكس احنا دي بلدنا الام اللي احنا فعلا شايفين المستقبل فيها وشايفين الاستقرار فيها والنجاح هيكون فيها ان شاء الله. ان شاء الله. وطبعا للحكومة لها جميع الشكر، الحكام الامارات على مبادرتهم دائما ومساعدتهم لجميع طوائف الشعب المتواجدين داخل دولة الإمارات، دائما في يعني نوع من الإحساس بمعاناة الفرد، أو إذا كان هو في أزمة متواجد فيها فدائما في تسهيلات من الحكومة ومن الشيوخ حفظهم الله ان هم تسهيلات للمواطنين في كل المجالات. صحيح صحيح. اليوم يعني هذا الشيء طبعا والجنسيات المتعددة الموجودة داخل دولة الإمارات ما بيجوا لهون من فراغ، لأنهم وجدوا هون الاستقرار والأمن والأمان والمساواة أيضا والتآلف والمحبة داخل حقيقي. ده صحيح. داخل هذا البلد الطيب. أيضا نوجه رسالة شكر لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات
العربية المتحدة. أكيد زي ما بتعرف السيد وليد دائما في مسيرة حياة الإنسان بيكون في أشخاص داعمين لإله. اليوم مين بتحب تشكر؟ مين كان داعم لإلك في مسيرة حياتك العلمية والعملية وحاب تشكره من خلال شاشتنا؟ أكيد طبعا أنا بحب أوجه الشكر لأخي وشريكي أحمد، هو أخويا الكبير وشريكي في الشغل، فهو دايما الله يبارك فيك، هو دايما داعم ليا. والشكر موصول طبعا لزوجتي لأن هي دايما مسنداني ومساعداني في القرارات اللي أنا بأخدها، وللستاف العمل الجميل اللي بادئ معايا من أول ما بدأت المسيرة العملية لحد اليوم، وهو داعم ومساند ومكفي الشغل بشكل عام. نشكرك ونتمنى لكم كل التوفيق سيد وليد، ونشكر جميع الأسماء التي ذكرت أكيد وبنحييها لدعمها لإلك. حابين نتعرف على كيفية التواصل مع شركة نجم البحر للخدمات البحرية وموقع الشركة. هو طبعا كيفية التواصل في طرق مختلفة للتواصل، ممكن عن طريق السوشيال ميديا في الفيسبوك أو عن طريق الويب سايت. طبعا الويب سايت بتاعنا www.cstar-group.com أو عن طريق الـ company location والدعاية اللي بتتم من خلال الادفرتايزنج اللي احنا بنعمله للشركة. أعزائي المشاهدين، سوف تظهر كيفية التواصل مع شركة نجم البحر للخدمات البحرية أسفل الشاشة وأرقام التواصل أيضا مع الشركة. في نهاية برنامجنا أستاذ وليد، حابين نتشكرك على حسن الاستقبال والضيافة. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله، شرفنا بمعرفتك. الشرف أيضا، وإحنا سعداء جدا بالتعرف على إنسان رائع مثلك. شكرا تسلم. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما العين وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي رعاية الله.